اهلا بيك في حلقه جديده النهارده، وهجاوب على السؤال كيف نساعد المضطهدين. سؤال جميل وجدير باننا نفكر فيه وناخد خطوات عمليه. هتكلم عن 5 طرق نقدر نساعد بيهم المضطهدين. اول شيء اننا نصلي لاجلهم. بيقول الرسول بولس في الرساله الى العبرانيين اصحاح 13 وعدد 3: اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم. مقيدين يعني في ايديهم السلاسل، والمذلين اللي بيتذلوا في الاضطهاد كأنكم انتم ايضا في الجسد. انا شخصيا بسمع وبتابع بعض النشرات اللي بتتكلم عن المضطهدين في بعض اماكن العالم، مش قادر اوصل لهم، على الاقل بصلي لاجلهم. بطلب من الكنيسه اللي انا فيها اننا نصلي لاجلهم حتى يصل إليهم الله بمعونة خاصة في اضطهادهم. 2: لو في إمكانية أننا نوصل لهم ناخد شوية احتياجات ليهم، ثياب، أدوية، طعام، شوية أشياء تساعدهم في مزلتهم اللي هم فيها. الحقيقة ده نفس بولس اختبره، فلما كان في سجنه الأول في روما، الكنيسة في فيليبي في اليونان بعتت شخص اسمه أبافروديتوس. هذا الشخص سافر إلى روما وبحث عن بولس وذهب إليه في محل سجنه وقدم له التقدمة التي أرسلتها الكنيسة هناك. ثم في سجنه الثاني والأخير في روما أيضا في زنزانة رهيبة تحت الأرض، ذهب رجل اسمه أونيسيفوروس وبحث عن بولس في زنزانته حتى وجدوا، رغم أنه ده كان بيعرضه للخطر من السلطة الحاكمة، ووصل له بعض التقدمات سواء كانت أغطية، ثياب، ووا إلى آخره. لو نقدر نعمل كده إحنا بنساعد المضطهدين. 3: لو في إيدينا نزورهم، أخذنا تصريح بزيارتهم، إحنا بنخفف عنهم. يقول المسيح في متى 25 متحدا نفسه مع المضطهدين: كنت مريضا زرتموني، كنت محبوسا أتيتم إلي، كنت جوعانا أطعمتموني، إلى آخره. فعندما أستطيع الذهاب إلى المضطهدين في أماكن ضيقهم أو حبسهم فأنا أساعدهم. 4: في هيئات دولية بتحاول أن تصل لهؤلاء عن طريق الاتصال بالحكومات علشان فتح باب لي مساعدة هؤلاء الناس. لو أنا أقدر أساهم ماديا عن طريق الاتصال بهذه الهيئات فأنا بقدر كمان أساعد المضطهدين. 5: بعض الأماكن هناك أشخاص لهم علاقة بالحكومات ويمكنهم بواسطة هؤلاء الأشخاص التوصل إلى الحكومات وتقديم الالتماسات لإما تخفيف آلام المضطهد أو إقلال مدة حبسه أو إطلاقه، أو كمان من الممكن فتح الباب للمضطهد في دولة معينة أن يفتح له الباب لتركها والذهاب إلى مكان آخر. اللي عايز أقوله وشجعك بيه وشجع كل اللي بيشاهدوني، علينا أننا لو إحنا مش موجوعين بالاضطهاد ما ننساش أن لينا إخوة وأخوات مذلولين بالاضطهاد في أماكن كتير. نصلي لأجلهم، نفتكرهم، نشعر بمشاعرهم، وبكل وسيلة ندور على طريقة نوصل لهم بيها. ربنا يباركك ويساعدك تعمل كده.